مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسي، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد وهو ضمن قائمة بارلي فرونسي. سيكون على شكل أسئلة، سنتعلم كيف نطرح الأسئلة. إذا التكلم بالفرنسية هو برنامج أكاديمي عالمي نيفو A1 المستوى الأول. إذا توجد عدة أدوات لطرح السؤال مثل كال أو وإسك وأدوات أخرى. إذا سأحاول أن أقدم لكم بعض الأدوات وحاولوا أنتم أن تستعملوها في طرح الأسئلة. إذا كال فيلم تو بريفير؟ كال ما هو فيلم الأفلام، ولكن في اللغة العربية نقول ما هي الأفلام؟ تو بريفير تفضل، ما هي الأفلام التي تفضل؟ إذن بالنسبة للترجمة الحرفية نقول كال ما هو فيلم الأفلام تو بريفير تفضل، ولكن نقول هنا ما هي الأفلام التي تفضل، لأن هنا الأفلام نقول ما هي ولا نقول ما هو. إذن الأداة كال، كال تعني ما هو، كال ترجمتها هي ما هو. إذا أردنا أن نقول ما هي سنقول كال، كال avec deux L. مثلا كال voiture، voiture tu préfères، quelle voiture tu préfères. إذا ما هي السيارة التي تفضل؟ إذا كال avec deux L تعني ما هي، وكال avec un seul L تعني ما هو. إذا كال فيلم tu préfères، quel film tu préfères، quelle voiture tu préfères. نقول أيضا quel est votre nom de famille، ما هو اسمك العائلي. إذا كال قلنا دائما ما هو، وكال avec deux L تعني ما هي. إذا quel est votre nom de famille، quel est votre nom de famille. قلنا quel film tu préfères أو quel est votre nom de famille، quel est votre nom، votre nom اسمك de famille العائلي، الاسم العائلي. مثلا اسمي العائلي بناني، واسمي الشخصي كريم، أي كريم. إذا quel est votre nom de famille. مثلا إذا طرحت عنك سيدي أو طرحت عنك سيدتي quel est votre nom de famille، أنتم حاولوا أن تجيبوا، اكتبوا أي اسم، أي اسم مستعار، يعني ليس من الضروري أن تكتب اسمك العائلي. إذا حاولوا أن تجيبوا quel est votre nom de famille، quel est votre nom de famille. إذا استعملنا quel avec un seul L بL واحدة، لأن le nom de famille masculin أي مذكر. إذا كان الشيء الذي نستفسر عليه أو الشيء الذي طرحنا السؤال من أجله مؤنث سنستعمل quel avec deux L. إذا سنحاول أن نستعمل كال ونقول كال فواتور كوندويزي فو، ما هي السيارة التي تقودون، عفوا كوندويزي. إذا كال فواتور كوندويزي فو، كال كال نستعملها للمؤنث لأن السيارة اسم مؤنث، سي ان نو فيمينا. كيل فواتور كوندويزي فو، ما هي السيارة التي تقودون. إذا قبل أن أمر إلى الأدوات الأخرى، إذا سأذكركم أننا تكلمنا عن كال وكال، كال افيك ديزيل وكال افيك ان سول ال. إذا كال كال وكال، إذا تستعمل كال avec un seul L للمذكر وكال للمؤنث، وذلك لطرح سؤال.
إذن سأمر إلى أو. إذن نستعمل أو عندما نسأل عن المكان. أو تستعمل للسؤال عن المكان، مثلا أين، أين أو في أي مكان مثلا. أو أتو ألي، أين ذهبت، أين ذهبت. أو أتو ألي، أو أتو ألي، أين ذهبت. إذن أو تعني أين، ونستعملها لنسأل عن المكان. أو أتو ألي، أو أتو ألي. إذن أو أين، تو ألي ذهبت. يمكن نقول أو تو تو ألي، أو تو ألي، أو تو ألي، أين ذهبت. Où tu allais? On a le passé composé du verbe aller. إذن où tu es allé. يمكن أيضا أن نقول أين تعلمت الفرنسية. Où tu as appris? Où tu as appris français? Où تعني أين؟ أين تعلمت الفرنسية؟ Où تعني أين؟ أو تعني أين؟ أو tu as appris français؟ أو tu as appris français؟ Tu as appris. أين أخذت أو اكتسبت أو تعلمت؟ Tu as appris. تعلمت. Tu as appris. Tu as appris. Français. الفرنسية. Français. أو tu as appris français؟ أين تعلمت الفرنسية؟ Où tu as appris français? Où tu as appris français? إذن où تعني أين. يمكن أن نقول أيضا où tu habites أو où habites-tu. أين تسكن. Où tu habites. Où tu habites. Où tu habites. أين تسكن. عندما تريد أن تطرح السؤال وتقول لشخص ما أين تسكن تقول où tu habites. Où tu habites. Aina taskun. Où tu habites. Où tu habites. Ou yumkan naqul où habites-tu. Sawa an qulna où habites-tu ou où tu habites ta'ni aina taskun. Idan où huna ta'ni aina. Où ta'ni aina. Où tu habites. Où tu habites. Où tu habites. أين تسكن. إذن هنا أطرح السؤال أين تسكن. أسألك أنت سيدي أو أسألك أنت سيدتي أين تسكنين أو أين تسكن. Où tu habites. Où tu habites. يمكن أن تجيب أين تسكن. يمكن أيضا أن نقول أين كنت. أين كنت. Où étais-tu. Où étais-tu. Où étais-tu? Où? Aina étais-tu? Kunta. Aina kunta. Où? Aina. يمكن أن نقول tu étais kunta. إذن يمكن أن نقول tu étais أو étais-tu. Où étais-tu? Où étais-tu? Aina kunta. Où étais-tu? Où étais-tu? Aina kunta. Où étais-tu. إذن قبل أن نمر إلى الأداة est-ce que نقول أذكركم فقط بالأدوات quel للمذكر وتعني ما هو وquel للمؤنث وتعني ما هي وou تعني أين وتستعمل المكان. إذن الآن سأمر إلى est-ce que نقول مثلا est-ce que tu aimes ce livre? Est-ce que tu aimes ce livre? Est-ce que هل, tu aimes أحببت أو تحب ce livre هذا الكتاب. إذن هل تحب هذا الكتاب. تحب. إذن est-ce que tu aimes ce livre? Est-ce que
هل إذن إسكو تعني هل إسكو تيام سو ليفر؟ حاولوا أن تجيبوا بنعم أم لا. مثلا كتاب، أكتب اسم الكتاب وأجب إسكو تيام سو ليفر. إسكو هل تيام سو ليفر؟ إسكو تيام سو ليفر؟ إسكو تيام سو ليفر؟ إسكو تيام سو ليفر؟ نقول tu aimes ce livre, تحب هذا الكتاب. إذا قلنا tu aimes, إذا قلنا tu aimes ce livre, تحب هذا الكتاب. ولكن إذا قلنا est-ce que tu aimes ce livre, est-ce que tu aimes ce livre, هل تحب هذا الكتاب. Est-ce que تعني هل. Est-ce que tu aimes ce livre, est-ce que tu aimes ce livre. نقول أيضا est-ce que tu vas souvent à Paris? Est-ce que tu vas souvent à Paris? هل غالبا ما تذهب إلى باريس؟ أو هل تذهب غالبا إلى باريس؟ إذن est-ce que تعني هل. Est-ce que هل. Est-ce que tu vas souvent à Paris? Est-ce que tu vas souvent à Paris? هل غالبا ما تذهب إلى باريس؟ إذن tu vas تذهب. Tu vas الفعل aller في الحاضر. La conjugaison du verbe aller au présent. Souvent غالبا à Paris إلى باريس. إذن est-ce que تعني هل؟ Est-ce que tu vas souvent à Paris? Est-ce que tu vas souvent à Paris? هل غالبا ما تذهب إلى باريس؟ Est-ce que tu vas souvent à Paris? يمكن أيضا أن نقول Est-ce que tu étudies français? Est-ce que tu étudies français? Est-ce que هل tu étudies تدرس tu étudies tu étudies تدرس français الفرنسية. إذن est-ce que لاحظوا أنني عندما أستعمله est-ce que أستعملها لأقول هل. Est-ce que tu étudies français? Tu étudies تدرس français الفرنسية. Est-ce que tu étudies français? Est-ce que tu étudies français? هل تدرس الفرنسية؟ Est-ce que tu étudies français? Est-ce que tu étudies français? هل تدرس الفرنسية؟ إذن قلنا est-ce que الآن سنمر إلى qu'est-ce que. هناك فرق بين est-ce que و qu'est-ce que. لاحظوا qu'est-ce que. Est-ce que تكلمنا عن est-ce que. Est-ce que الآن سنضيف لها que. إذن أضفنا que ولأن deux voyelles التقيا هنا deux voyelles e و e نحذف الذي سبق نحذف الذي سبق. إذن qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? لا تعني هل ماذا تدرس ماذا تدرس أو ما الذي تدرسه. إذن qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? ماذا تدرس. إذا قلنا est-ce que tu étudies français? هل تدرس الفرنسية؟ ولكن إذا قلنا qu'est-ce que tu étudies? ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ qu'est-ce que tu étudies? إذن هنا qu'est-ce que تعني ماذا أو ما الذي؟ qu'est-ce que تعني ماذا أو ما الذي؟ qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? ماذا تدرس؟ يمكن أيضا أن نقول qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? ماذا تريد أن تفعل؟ Qu'est-ce que tu veux faire? ماذا تريد أن تفعل؟ Qu'est-ce que tu veux faire? إذن qu'est-ce que ماذا؟ Qu'est-ce que ماذا؟ Qu'est-ce que tu veux faire?
إذن tu veux, تريد. Faire, أن تفعل. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? ماذا تريد أن تفعل? Qu'est-ce que tu veux faire? إذن qu'est-ce que تعني ماذا? Qu'est-ce que? ماذا تريد أن تفعل الآن? إذا أردت أن أقول ماذا ستفعل الليلة? سأقول qu'est-ce que tu vas faire ce soir? ماذا ستفعل الليلة? Tu vas faire ce soir. Tu vas faire ستفعل. Tu vas faire ce soir الليلة. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? ماذا ستفعل الليلة? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? نقول مثلا ما هي المكونات ما هي مكونات الحاسوب إذا النقاط sont les composants d'un PC إذا ما هي مكونات الحاسوب إذا قلنا composant مذكر هل سنستعمل quel أم quel أم où أم est-ce que أم qu'est-ce que إذا les composants هو اسم مذكر إذن أيضا في السؤال الثاني sont les livres هنا نسأل عن المكان أين هي الكتب أين هي الكتب إذن في أي مكان موضوع الكتب إذن نسأل عن المكان إذن هل سنستعمل أو نستعمل كال أو كال أو اسكو أو كيسكو إذن حاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة السؤال الأول أو السؤال الثاني أو أجيب عن سؤال واحد مثلا لكي تستفيدوا أكثر إذن حاولوا أيضا أن تشاهدوا جميع البرامج بالضغط على لا لونغ فرونسيز اسم القناة والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزلوا الأسفل تجدوا جميع البرامج برنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين مستوى المتوسط مستوى المحترف وأيضا التلاميذ وأيضا البرنامج الأكاديمي العالمي وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ولقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أول قناة في العالم إذن للتعلم في أول قناة في العالم يمكنكم الضغط على La Langue Française ومن ثم الضغط على Playlist أو قوائم تشغيل وحاولوا أن تبدأوا من برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمستوى المتوسط ثم برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمستوى المحترف وستجدون أيضا برامج أخرى حاولوا أن تتابعوا هذه البرامج فهي مهمة جدا وقد تعلم العديد منكم وستعلمون أنتم أيضا إن شاء الله.